أما مع مرتين يعقوب فأنا عندي قول واحد هو سلفي، وكل من طعن فيه ما طعن فيه بحق لا يعرف الرجل. أما حسين يعقوب بدعوا العلماء ذكرناهم لك، يبقى ما نحن، أنت لابيت فتاوى العلماء ما نحن، نحن جبنانا قلناه. عندما تسمع كلام سلفك الصالحين فيما يتعلق بضوابط الروايات عن المبدعين، ينصرف ذهنك إلى الصورة الذهنية الشائعة، فيقفز إلى ذهنك حسان ويعقوب والحويني وعبد المقصود وسيد قطب وغير هؤلاء من أولئك الضلال المبتدعة، وتظن أن هذا إنما ينطبق على أولئك. هؤلاء جميعا هل عندهم روايات تحتاج إليها حتى لا تهدر سنة من سنن الرسول الله؟ أكثر هؤلاء لا يقول قال الله قال رسوله، وإنما يتكلمون من رؤوسهم ويأتون لنا بكلام من كيسهم، ينظرون ويقعدون ويخالفون سلفنا المتقدمين فيما هو مستقر من قواعد السلف في كثير من الأمور حتى فيما يتعلق بأمور العقيدة.